أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن طقس يوم غد غائم جزئي في المناطق الجنوبية والشمالية مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة في المناطق الوسطى من البلاد. أما درجات الحرارة ترتفع حيث ستكون درجة الحرارة الصغرى 13 درجة والعظمى 36. أما حالة البحر في البصرة فتشير إلى أن الموج يتراوح بين خفيف ومعتدل يصل إلى 3 أقدام، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة. يو تي في تتمنى السلامة لطواقم البحر على السفن وزوارق الصيادين.